مثلا العالم ما يحتج به وإنما يحتج له، العالم ما يحتج بذاته وإنما يحتج له، فإذا عنده دليل احتججنا له ولا نحتج بذاته. كون والله مثلا فلان من الناس، مثل ما قال بعض العلماء عن الإمام أحمد وهو من هذه المدرسة، قال أحمد يعني بن حنبل هذا حبيب إلينا، لكن الحق أحب إلينا من أحمد، يعني ما نترك الحق لكون والله أحمد قال كلمة خالف فيها وحاشاه الإمام أحمد، لكن هذه مسائل اجتهادية، مسائل اجتهادية. الأئمة الأربعة كلمتهم اللي اتفقوا عليها وهي كلمة سواء، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهب. ولذلك هذه نأخذها قاعدة، الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق. فلو أتوا لنا الآن بعلماء نحبهم ونقدرهم وقالوا بإباحة هذا الشيء، نقول أين الدليل؟ يعني نحن لا نحتج بالعالم كونه والله هو اللي تكلم، لا، نقول نحتج له، وين دليلك؟ أين دليلك؟ بهذه الطريقة. بارك الله فيك.